صديق وإنسان طيب وإنسان وفي. عرفته بداية الثمانينات حين كان يعمل مصححا بجريدة الاتحاد الاشتراكي، وعرفت فيه آنذاك العاشق الجميل لجنس القصة القصيرة بداية. لن أعيد ما قاله الأصدقاء كلهم، ولكن أتذكر بألم أن الصديق منير باهي فعلا كتب تلك الكلمة يخاطب فيها صديقا مجهولا ويطلب منه الانتظار وأن لا يرحل عنا الآن. ولأني دون أن يذكر الاسم، ولأني أعرف صداقة منير بتوفيق، مباشرة أرسلت إليه رسالة خطية: هل تتكلم عن توفيق؟ ولم يجبني. لماذا؟ لأنني كنت أعرف بمرض عزيزنا توفيق، أنا والصديق العثماني وسعيد المنتسي. وحين كتب منير تلك الكلمة المؤلمة القاطعة آلمتنا كثيرا ولم يجبني، يعني الصباح هاتفاني الصديق ميلود العثماني كما قال كما قالت احدى الكلمات: كان احدا اسود. انا بمجرد ما شفت لي الرقم ديال العثماني عرفت غادي يكون شي خبر اللي ماشي هو هذاك. مباشره قال لي: واش اخبارك حسن راه توفيق الله يرحمه؟ قلت لا، راه شكيت، راه منير كتب كذا كذا كذا. قال لي: راه حفيظه راه اكدات الخبر الرحيل ديالو في الصفحه ديالها. صدقا لا يمكن لي ان الخص صداقتي ومعرفتي بالتوفيق، لان فيها الكثير الكثير الكثير، ولكن حتى لا اطيل، كنا نختلف في الكثير من الأشياء، والخلاف الحاد والأساسي كما ذكرت الأستاذة حفيظة هو عشقه للرجاء وعشقه للوداد، لدرجة أن عشقه للرجاء كان يخلق له الكثير من العداوات. ولكن لأنني أعرف يعني طيبوبته وأعرف عشقه المقدس للرجاء، كنت أنا الوحيد الذي أختلف معه أمام الملأ، والصديق أيضا منير. يعني عناصر كثيرة كثيرة جدا تدور في البال الآن، ولكن بعد وفاته في إحدى تعليقات عميد القصة القصيرة سي أحمد بوزفور كتب لي تعليقا: لقد رحل عنك صديقك الذي كان يهزمك في الحديث عن الرجاء والوداد. عنصرين أساسيين بالنسبة لي يميزان توفيق: أولا ريادته في كتابة القصة القصيرة، رغم أنه كان مقلا وكنت دائما وابدا الومه. لومي الوحيد لتوفيق اقول له: لماذا تحرمنا من قصصك الجميله؟ كان دائما يعني يعطي المبررات العامه، لانه يكتب يعني في السيناريو وفي الصحافه في الرياضه، يعني كان متنوع وكان نشيط جدا. ولكن صدقا كنت افرح من اعماق قلبي حين اقرا له قصه من قصصه التي يبدعها. لماذا؟ لأنه كان فعلا قلما قصصيا جميلا جدا، ولو أنه لم يأخذ حقه. وكنت دائما أطلب منه أن ينشر نصوصه في مجامع قصصية وكان يتلكأ. كنت أعرف السبب، لأننا جميعا نعرف الساحة الثقافية في المغرب ونعرف الشلالية والبلاد
لمن يعني هذا الموضوع هذا كان يعني. وحين أخبره الناشر بأن مجموعته القصصية سترى النور وأخبرني بها في إحدى المقاهي هنا بعين السبع، فرحت كثيرا لأنه فعلا قلم يستحق الحب على مستوى كتابته القصة. كان كاتبا ساخرا بذكاء قليل جدا، لا أعتقد أن هناك قلما ساخرا ذكيا مثله أبدع في مجال السخرية، حيث يلتقي العجائبي بالواقعي باليومي بأشياء نعيشها. ولذلك كانت قصصه علامات مميزة. سأختم كلمتي بعادة يعني كانت نتاج صداقتنا الطويلة. توفيق كان هو الصديق الوحيد الذي يحيي الكثير من الصداقات. كان شهر رمضان تقريبا يوميا كل ليلة يدعوني لنلتقي بصديقنا. لم يكن يحاسب أحدا، ولم يكن يعني يحتفظ بالضغينة أو الحقد لأي إن كان. أي إنسان مبدع تجده يحبه ويحترمه. سأنهي هذه الكلمة لأن هناك الكثير مما يعني يدور في ذهني. الرحمة لصديقنا توفيق، والشكر الجزيل لمن يعني ساهموا في إظهار هذه المجموعة الشهادة على كاتب قصة متميز هو توفيق مصباح. شكراً.